بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام ومشاهدين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكره عز وجل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج اليومي يستفتونك، الذي يأتيكم في أول أيام هذا الشهر الفضيل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم فيه لخيري الدنيا والآخرة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نسعد كثيرا مستمعينا الكرام باسمكم جميعا في مسلسل هذا اللقاء المبارك أن نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو هيئة التدريس بجامعة المجمع، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وكل عام وأنتم بخير. الله يحييكم وأرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي أينما بلغ إليه هذا الأثير، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وطاعته، ويتقبل منا صيام شهره وقيامه، ويجعله خالصا لوجهه، ويجعل هذا الشهر مباركا وعزا ونصرا للإسلام والمسلمين في كل مكان، إن ربي جواد كريم. اللهم أمين. نسعد أيها الكرام كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هواتف البرنامج التي تظهر الآن وستظهر تباعا في ثنايا تقديم هذه الحلقة. البداية مع أمة الله من العراق. السلام عليكم يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي. أبو الشيخ أنا شو اسمه حافظ البقرة يعني. نعم. بديت اليوم على الغيب، بديت بها بختمة بس نسيت الفاتحة، بعدين يعني كم مرقة قرأت منها يلا تذكرت أبدي بالفاتحة، رجعت على الفاتحة وقرأتها هيك على الغيب، يعني يصير هاي يعني تبها من ختمة على الغيب. اي بعدين بعدين كملتي من حيث توقفتي في البقرة. نعم نعم. اي طيب واضح. اي واضح. من رجعت قرأت الفاتحة كملت وهذا. اي نعم. سؤال ثاني يا أمة الله. على الغيب على الغيب، مو بالكتاب يعني. اي نعم. اي ما شاء الله. السؤال الثاني ما عندي سؤال. هاي شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. ام علي من السعوديه، السلام عليكم يا ام علي. السلام. حياك الله، تفضلي يا اختي. عندي اربع اسئله. السؤال الاول. السؤال الاول انا ما بعرف اقرا يعني. بس الحمد لله يعني في كلمات بعد الكلمات بقراها، بشقي للقارئ بحفظ منه الكلمه برجع بقراها من المصحف. وبختم على كده، هل يكون لي اجر؟ اي يعني ترددي مع القارئ؟ لا لا، بحفظ منه الكلمة وبستطيع أقراها بعد أحفظها من القارئ. إيه؟ برجع بقراها من المصحف. من المصحف، هي الكلمات الصعبة فقط. الصعبة، وبعد بعدها بقراها وبعدها ما بقدر أقراها، ما أستطيع. إيه لازم ترجع للقارئ. لازم أرجع له أسمع منه وأرجع أقراها من المصحف. إيه طيب. وأختم على كده، هل يكون لي عجز؟ إيه طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني، إذا كان عندي حدث دائم الإمام بقيم بعد المؤذن مباشرة، هل مجرد ما يبدأ المؤذن يؤذن أتوضأ للصلاة أو إيه؟ بعد يخلص المؤذن؟ طيب طيب. سؤال ثالث. السؤال الثالث، إذا كان بصلي الضحى، بصلي 6 ركعات، أنا بقعد بعد الفجر بصلي 6 ركعات وقبل الظهر بصلي ركعتين. إيه، هل هذا من صلاة الضحى أو لا؟ هل يجوز الفعل يعني أني أصلي في أول الضحى وفي آخره؟ إيه طيب. والسؤال الرابع، الإمام مع في الركعتين السرية مرات بنكون بنقرأ في الفاتحة وهو بركع، بقطع الفاتحة وبركع، هل يجوز؟ هذه في الأخيرات الثالثة والرابعة. أيوة، ومرات بيكون أنا ما كملت الفاتحة وهو بيبدأ القراءة، هل أكمل أو أقطع أستمع لي؟ تقطعي ماذا؟ أقطع الفاتحة أستمع له، يعني بعض المرات بيكون مع سكتة الإمام في الركعة الجهرية هذه. في الجهرية. إي طيب واضح. سؤال. هل أقطع أستمع له أو أكمل؟ إي في سؤال. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. علي من السعودية، السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام. حياك الله، تفضل. عندي سؤالين إذا ممكن. إي نعم. الأول. السؤال الأول، دخلت المسجد والإمام واقف مع المأموم جنبه، يعني اثنين فقط. اي نعم. وهو في الركوع الركعه الاولى، وعشان الحق الركعه جيت من على اليسار الامام، مع ان الباب كان اقرب للامام من اليسار، ما جيت مع الماموم. لماذا ما صفيت بجنب الامام؟ الامام حس في من جنبه وقدم نفسه وصفيت مع الماموم. اي يعني ترى رجعت انت والماموم وصفيت بجنبه، ولا الإمام تقدم؟ لا الإمام تقدم. إيه تقدم. طيب أنت ليش ما صفيت يمين المأموم؟
ما كان يمديني الحق الركعة لأن الباب كان من جهة اي نعم. سؤال ثاني في زمان يعني في فترة المراهقة والشباب يعني كنت مقصر في الصلاة والصوم، أترك بعض الصلوات والصوم فترة يعني عمدا، يعني هل يجب أن أقضيها؟ طبعا تقطع الصوم كامل الشهر ولا تصوم أيام وتفطر أيام؟ لا يعني أيام أصوم وأيام أفطر. إيه والصلاة كذلك أيام تصلي وأيام تترك؟ ايه واحيانا تصير اسابيع واحيانا شهور ما يسوى الفتره. طيب السؤال، انا سمعت ان يعني من شروط صحه التوبه انك يجب تقضي جميع الصلوات الصوم لانك انت تركتها تكاسل ما تركتها هي كثيره يا علي. كثيره والله ما اعرف عددها يعني. طيب ابشر، شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. ام انس من السعوديه، السلام عليكم يا ام انس. عليكم السلام. تفضل يا مانس. تسأله الأول. السؤال الأول بالنسبة للجلوس بعد صلاة الفجر بالنسبة للمرأة. إيه. إذا كانت تتعب من الجلوس فترة طويلة مثلاً، لو تستند إلى شيء أو على السرير وهي وتذكر الله حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين، طيب. هل هذا جائز؟ طيب. السؤال الثاني. الجلوس في المصلى. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة لنية الصيام، هل يجوز أني أنوي صيام الشهر كله من بداية الشهر؟ نية واحدة. كل يوم لازم كل يوم بيوما. طيب السؤال الثالث. السؤال بالنسبة لقراءة القرآن، هل الأفضل قراءة في النهار أو في الليل في طيب. رمضان؟ السؤال الرابع. شكرا. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. أم محمد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أختي. طبعا دي سؤالين. نعم. عندي سؤالين. اي الاول. الاول يعني ما حكم يعني بنتي غنيه معها فلوس وولدي وزاهم معها فلوس بس يجون بغى يحجون حمله الراجح، يجوز ولا ما يجوز؟ هم بيحجون في الحمله. هم بغى يحجون حمله الراجح المجاني. وهم اغنياء. هو ما يجي، هو يجوز هم ما يجي، هم معهم فلوس يعني معهم خير. اي معهم خير. السؤال الثاني. السؤال الثاني ولدي الله يصلحه ما هو يصوم ويصلي في البيت ما يروح يذهب المسجد، يقول اذا اصلي في الدين ضيقه وديني اخوه. خوف وضيقه في المسجد. اي يقول لي في المسجد اخوف من المسجد، جاني خوف من المسجد. اي طيب. اي السؤال الثالث. خلاص هو السؤال. شكرا جزيلا لك. الله شكرا. احمد من السعوديه، السلام عليكم يا احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخوي. اخوي انا موظف في هيئه الزكاه. اي نعم. السعوديه. اي. وعندنا ميزه ميزه الادخار. حكومية منظمة من جهة العمل. إيه. مدة العقد 5 سنوات. إيه. بين الهيئة والموظف. اها. 4 سنوات تساهم الهيئة ب 20% من قيمة الادخار. إيه. والسنة الأخيرة تساهم ب 100%. إيه. يدفع الموظف قسط شهري لا يقل عن 5% ولا يزيد عن 10%. ولا يزيد عن ماذا؟ ما يزيد عن ماذا؟ ما يزيد عن 10%. إيه. من راتب الموظف الشهري. هو مدة العقد 5 سنوات. 5 سنوات. اي نعم. السنة الأولى 20%. إيه تساهم الهيئة ب 20% منه. إيه هذه السنة الأولى من المبلغ. 4 سنوات الأولى. 4 سنوات الأولى 20%. نعم. اي نعم. السنة الأخيرة تدفع الهيئة 100%. يعني نفس ما دفع الموظف في السنة. في نهاية العقد. نعم لصالح الموظف. اي طب تعطينا مثال مثلا يعني المبلغ الادخاري كم؟ يعني مبلغ الادخاري مثلا 1000 ريال الموظف يدفع شهريا. اي نعم. لمده 4 سنوات. أي. السنه الاخيره الموظف طبعا يدفع 1000 ريال يكون 12000، لا يدفع 12000 ثانيه للموظف. يعني الادخار اللي جمع له في الاربع سنوات الماضيه. اي يعني تعطيه المبلغ اللي ادخره وزياده عليه نفس المبلغ. زياده عليه السنه الاخيره تدفع 100% نفس ما دفع شهريا. نفس ما دفع شهريا. طيب حكم هذا. طيب شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. الله يعطيك العافيه. شكرا جميعا المتصلين، حياكم الله شيخ الكريم. والله يبارك. شيخنا احسن الله اليكم أمة الله من العراق تقول انها بدات قراءه وتلاوه القران الكريم حفظا من غيبها من اجل ان تختم هذا الكتاب الكريم وتستغل ايام هذا الشهر الفضيل، فتقول حينما قرات يمكن عده صفحات من البقره تذكرت انها لم تقرا الفاتحه، ثم عادت وقرات الفاتحه ثم رجعت من حيث توقفت من سوره البقره واكملت، فتقول هل يكتب لي في ذلك اجر ختمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد فنعم يرجى لها أنها بدأت الختمة، سواء بدأتها من الفاتحة أو بدأتها من ألف لام ميم ذلك الكتاب سورة البقرة، ولا حاجة إلى أن ترجع مرة ثانية، لأن الفاتحة تقرأها يوميا في فرضها وفي أذكار نومها، والله أعلم. نعم. أسألكم شيخنا الكريم أيضا، أم علي من السعودية تقول أن هناك كلمات صعبة تواجهها أثناء قراءة القرآن الكريم، فتعود للقارئ وتتعرف على طريقة نطقها بشكل صحيح، ثم بعد ذلك تستأنف تلاوة القرآن الكريم، وكل ما مر بها كلمة صعبة تعود لهذه الطريقة، فتقول هل يكتب لي أجر قراءة القرآن الكريم؟ نعم، من قرأ القرآن وهو عليه شاق قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، أجر القراءة وأجر ما يلحقه من المشقة في كلمات صعبة أو في جمل أو في مخارج. فيرجى لمن قرأ القرآن وجاهد نفسه على هذه الصفة أن يكتب له أجران، ومنها أجر القراءة في ختمتها، والله الموفق. نعم. أحسنكم شيخ الكريم. في سؤالها الثاني تقول من كان لديه حدث دائم وكان المؤذن يقيم الصلاة مباشرة بعد رفع الأذان، فتقول هل أبدأ بالوضوء فور بداية الأذان أم أؤجله حتى نهاية الأذان؟ تبدأ بالوضوء من دخول الوقت، سواء أذن المؤذن في دخول الوقت أو تأخر قليلا، فإن من به حدث دائم كسلس البول وسلس الريح وأمثالها عافانا الله وإياكم المسلمين يتوضأ عند دخول الوقت، سواء أذن المؤذن بدخوله أو تراخى قليلا، والله أعلم. نعم. أحسن لكم. في سؤالها الثالث تقول أنها تؤدي 6 ركعات في أول الضحى، وتؤدي أيضا 2 ركعتين قبل أذان الظهر في آخر الضحى، فتقول هل فعل هذا صحيح؟ نعم، فعلها صحيح إذا كانت الركعتان اللتان تؤديهما بعد ذلك قبل دخول وقت الظهر، يعني قبل الزوال. أما إذا كانت تؤدى بعد الزوال فهذه ركعتها الظهر القبلية، وتكتفي بالست التي أدتها قبل ذلك في الضحى. لا بد أن تقع صلاة الضحى في وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، وهو أذان الظهر، والله أعلم. أحسن لكم شيخ الكريم. في سؤالها الأخير تقول أنها تؤدي الصلاة مع الإمام، وتقول في الركعتين السريتين يركع الإمام قبل أن أتم الفاتحة، فهل أكمل الفاتحة ثم أركع معه أم أنني أركع معه مباشرة دون إكمال الفاتحة؟ نعم، تركع معه مباشرة، لأن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة أو بقية ما لم يقرأه من الفاتحة في أي ركعة من ركعات الصلاة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. علي من السعودية يقول أقيمت الصلاة ودخلت إلى المسجد وشاهدت إماما وعن يمينه مأموم، ويقول كان دخولي من جهة الباب كان من جهة الإمام، فاصطفيت بجانب الإمام على يساره، ثم بعد ذلك حينما رفع من الركوع سحبت وتقدم الإمام فأصبحت بجانب المأموم، فما حكم صلاتي؟ أحسن الله إليكم. صلاته صحيحة، وكونه صف عن يسار الإمام ثم تأخر هذا لا يؤثر في صلاته إن شاء الله، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قام عن يساره ثم حوله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، ولم يأمره بإعادة الصلاة لما صف عن يسار الإمام، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ الكريم. في سؤاله الثاني يقول كنت في سنوات ماضية أترك الصلاة ربما أسابيع وأشهر ثم أعود عليها ثم أتركها ثم أعود إليها، وكذلك أيضا هناك أيام من صيام شهر رمضان المبارك أفطرت بها، ويقول الحمد لله أن تبت توبة نصوحة، فهل من شروط التوبة أن أصوم تلك الأيام التي أفطرتها دون عذر، وكذلك الصلوات التي تركتها تهاونا؟ الحمد لله أنه تاب توبة نصوحة، وأرجو الله عز وجل وأسأله أن يقبل توبته وتوبتنا وتوبة جميع التائبين، وليعلم أن شأنه وحاله قبل ذلك لم يكن على حال الإسلام لتركه الصلاة أسابيع ومدة طويلة، وإنما دخل إلى الإسلام بمحافظته على الصلاة وباستمراره على الصيام، فإن من توبته ألا يرجع إلى ذلك، وليس عليه فيما مضى لا قضاء صلاة ولا قضاء الصيام، والله أعلم. الحمد لله. شيخنا الكريم، أم أنس من السعودية تقول أنها تجلس بعد صلاة الفجر من أجل ذكر الله عز وجل، فيقول لو استندت على جدار أو جلست على السرير تذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس وترتفع قيد الروح، ثم بعد ذلك تؤدي الركعتي الضحى، فيقول هل يشملها بذلك الأجر؟ لا مانع أن يستند المستند بعد الفجر على جدار أو يتكئ أو يمد رجليه أو يمدد،
ما دام أنه ما زال في موضع صلاته أي في المسجد أو محل الصلاة في الغرفة، وليس هذا الموضع أن يكون محبوسا فيه الإنسان لا يتحرك عن مكانه البتة، فهذا المقصود منه أنه يلبث على ذكر الله وتسبيحه وتهليله وقراءة القرآن ودعائه إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. في سؤال الثاني تقول: هل يجب في كل يوم رمضاني نية مستقلة للصوم أم تكفي نية واحدة لطوال الشهر؟ النية أول الشهر، هذه النية الواجبة، ويستحب تجددها في كل ليلة قبل طلوع الفجر، بشرط ألا يأتي ما ينقضها فينوي أن يصوم الشهر ولا يأتي يوم يقول أنا لن أصوم هذا اليوم، فهذا يحتاج إلى أن يجدد نيته قبل طلوع الفجر من اليوم الذي يصومه. والنية محلها القلب لا محلها اللسان أو محلها النطق بها، والله أعلم. نعم. في سؤالها الثالث شيخ الكريم تقول: قراءة القرآن في رمضان أيهما أفضل، في الليل أم في النهار؟ يستوي في ذلك الليل والنهار، فإن الليل تابع للنهار في رمضان، وقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يشمل الليل والنهار، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا أم محمد تقول: لديها ابن وابنة أغنياء ولله الحمد والمنة، ويريدون الالتحاق بحملة خيرية للحج، فهل يجوز عملهم؟ إذا كان الابن غني والبنت غنية ويريدون أن يحجوا مع الحملات الخيرية، فلا بد أن تكون الحملة هذه مفتوحة للغني وغير الغني، أما إذا كانت مقصورة للفقراء والمحاويج والضعاف فلا يجوز لهم أن يشاركوا فيها إلا بإذن المسؤولين وملاكي هذه الحملات، والله أعلم. وشيخ الكريم، من حج سابقا وهو غني في هذه الحملات مع أن من شروطه مثلا أن تكون فقط للفقراء، فما حكم حجهم؟ يخرج قيمة حجته التي حج بها فيعطيها لهؤلاء الحملة، أو يحجج بها فقيرا بدلا عنه إذا كان من شروط تلك الحملات الخيرية ألا يحج فيها إلا العاجز، والله أعلم. وشيخنا أحسن الله إليكم، تبرأ الذمة بذلك إن شاء الله؟ إن شاء الله. إن شاء الله. شيخنا أيضا سؤالنا الأخير في هذه الباقة من أحمد، يقول أن في جهته التي يعمل بها برنامج ادخاري، بمعنى أن الموظف يقدم مبلغا يسدد من 80%، بينما تتكفل هذه الجهة ب 20% من هذا المبلغ، وفي السنة الأخيرة يتم إعادة 100% كاملة لهذا الموظف، فما حكم الاشتراك في هذا البرنامج الادخاري؟ برامج الشركات والهيئات الادخارية متنوعة، ليست على نمط واحد، وقد تنوعت فيها عرضها، ولهذا ليس عندي فيها فتوى، وأرجو من الأخ السائل رفع الموضوع إلى دار الإفتاء لتخرج فيها الفتوى مكتوبة على هذه الصفة التي هم عليها، والله أعلم. إذن شيخ الكريم يتواصل مع سماحة المفتي وإن شاء الله يرسل دار الإفتاء ويعرض الموضوع على سماحة المفتي إن شاء الله. نعم. أحسن لكم فضل الشيخ الكريم. براءة من اليمن، السلام عليكم يا براءة. وعليكم السلام. تفضلي أختي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. عندي سؤال. ما حكم لبس المرأة البلطلون والبرفنة؟ ما حكم لبس المرأة البلطلون والجرام؟ نعم. التشبع بالرجال. إيه نعم. لبس البنطال؟ مع القرم مع الشمد يعني عشان إله. لبس البنطال عند النساء. أيوة يعني يحكم حكم إنه تشبه بالرجال ولا عادي. طيب والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني إذا كان شعر البنت يعني ملفوف طالع. وقت الصلاة أم تخلص يعني بطارة. شعر البنت خارج في وقت الصلاة. يعني مش من خارج يعني ملفوف طالع مغطى بالحجاب. يعني هذا حكمها حرم الصلاة. جزء منها خارج يعني ملفوف ولكن جزء منها خارج. طيب. يعني مغطى بالحجاب مش مظهور الشعر. طيب. سؤال ثالث. طيب. السؤال الثالث يا ما اسمه إذا حب خائف يعني من الروعود والبروق. نعم. ألو إذا في حبة يعني أختي تخاف من البروق والبروعود يعني هذا من نقص الإيمان. ايه هذا يدل على نقص الايمان. طيب ايوه شكرا جزيلا لك، الله يجزاك شكرا جزيلا. شيخنا احسن عليكم، الاخت براءة تقول: ما حكم ان تقوم المرأة بلبس البنطال امام النساء، هل يعد هذا من التشبه بالرجال؟ لا يجوز للمرأة ان تلبس البنطال لا امام الرجال ولا امام محارمها
لا أمام النساء ولا أمام محارمها من الرجال، إخوانها وأعمامها وأخوالها وأبنائها، لأن البنطال يصف تقاطيع جسمها ويشف عنه، وإن كان لا يخرج الجسم لكن تخرج أجزاؤه في تقاطيعه، وهي مأمورة بالستر، ولا يجوز لها أن تكشف مفاتنها إلا عند زوجها، والله أعلم. وبالنسبة للزوج شيخنا في البيت يعني في المنزل، في الزوج هي وإياه لوحدهم تفعل ما تشاء. نعم أحسن لكم. في سؤال ثاني شيخنا، تقول بالمرأة إذا لفت شعرها وغطت فهل يجوز أن تصلي والوضع كذلك؟ نعم، إذا كان الشعر مغطى فيجوز أن تصلي، لأن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تكشف في أثناء الصلاة إلا وجهها فقط، بشرط ألا يكون بحضرتها رجال أجانب، والله أعلم. نعم أحسن لكم من شيخنا الكريم. نختم بسؤاله الأخير، تقول أن هناك أخت لها تخاف من البرق والرعد، فهل يعد ذلك إرهاصات أو علامة على نقص الإيمان؟ لا علاقة لذلك بنقص الإيمان، فإن الصوت البرق، صوت الرعد وصورة البرق أحيانا تفزع، فلا علاقة لها بنقص الإيمان، بل هي من الأمور العادية كمن يخاف من الظلام أو من السباع وغيرها، والله أعلم. اللهم أغثنا شيخنا الكريم، نسأل الله أن يغيثنا ويغيث المسلمين. اللهم نعم. أم صالح من السعودية، السلام عليكم يا أم صالح. عليكم السلام. تفضل يا أختي. تعني سؤال واحد. نعم ما هو؟ أنا سألتكم قبل شوي من ولدي وما جاوبتوني، بغيتكم تجاوبوني عن الولد اللي يصلي في بيت ما يذهب المسجد. طيب أبشر. يقولني إذا بغيت المسجد إني أخاف من المسجد. أبشر أبشر إن شاء الله. سؤال ثاني. نبدأ. طيب أبشر الآن نجيب أم صالح. شيخ الكريم، أم صالح تقول أن ابنها يصوم ولله الحمد منه ومحافظ على ذلك، وكذلك محافظ على أداء الصلاة، لكن يصليها في المنزل ولا يصليها في المسجد، يقول يشعر بنوع من الرهبة والخوف. الرهبة والخوف يمنعانه أن يصلي مع الجماعة، يقول ذلك. يعني هذا من الشيطان، وهذا ربما له أساس نفسي، ولا يجوز للإنسان أن يسترسل مع رهابه الاجتماعي وقلقه النفسي وخوفه من الناس فيترك الصلاة مع الجماعة التي أمره الله أن يؤديها معهم، واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا المستمع إسماعيل من السعودية يقول أنه يعني مقيم هنا في المملكة وهو من المغرب، يقول أعلن في السعودية أن شهر رمضان المبارك سيكون يوم الأحد بينما المغرب سيكون يوم الاثنين، فيقول إذا أراد أن يسافر. لا أظن رمضان عندنا يوم الأحد، يوم الاثنين عند غيرنا يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء. نعم. نعم. أحسن عليكم شيخنا. فيقول ما حكم يعني هل يصوم إذا ذهب إلى المغرب وقد بلغ أن رمضان يوم الاثنين في السعودية، يصوم معهم الثلاثاء أم يصوم الاثنين؟ ما هو التفصيل في ذلك؟ إذا كان يعيش معنا فحكمه حكمنا، يصوم معنا يوم الاثنين. نعم. ثم إذا ذهب إلى بلده وقد صاموا بعدنا يصوم معهم ما لم يكن صيامه 31 يوما. فإذا وافق أننا أتممنا الشهر وهم أتموا الشهر فعيدوا يوم الخميس، فإنه يفطر سرا ولا يجاهر بالفطر، ويعيد معهم يوم الخميس ويفطر الأربعاء بإتمام، لأن الشهر لا يزيد عن 30 يوما كما لا ينقص عن 29 يوما، والله أعلم. نفر شيخ الكريم أن سفره في الأمس وصوله يعني قبل الفجر إلى المغرب، فماذا يفعل هنا؟ هل يصوم معهم هل يفطر معهم في المغرب؟ صام مع يعني هو أعلن الخبر وهو في السعودية أن السعودية غدا صيام. أدركه الفجر وهو في السعودية؟ لا، أدركه الفجر وهو في المغرب، وصل قبل الفجر. أي نعم، يكون حكمه حكم أهل المغرب، فيفطر ذلك اليوم ويصوم. نعم حكمه حكم أهل المغرب. نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. أم صالح من السعودية. طيب شيخنا بالنسبة له أبو أحمد من السعودية، السلام عليكم. سلام. حياك الله يا أبو أحمد، تفضل. كيف حالك؟ الله يحييك. مبروك عليك الشهر. علينا وعليك، الله يحفظك. عندي طعم بالشعرين، تحليل الدم في البرواز، تحليل الدم والصايم. نعم. برواز ملي ونص يقول، يفطر ولا ما يفطر؟ طيب. والإبرة مع الورك تفطر ولا ما تفطر؟ الإبرة مع الورك. مواعيد أصلا عندك مواعيد، ورحت للدكتور وقال لازم تأخذ تحليل مثلا عن سكر تراكمي، أو ولا إبرة بعد تأخذها أسبوعيا مع الورك تفطر ولا ما تفطر؟ الإبر مع الورك. اي ابره مع الورك، وابره التحليل مع الوريد. اي هذه واضحه، وابره التحليل مع الوريد.
طيب سؤال ثاني. تحليل الدم برواز ونص يعني. اي واضح. عندك المواعيد انه بيجبرونك على تاخذها. اي برواز ونص. تطوفها. والثاني اذا صار عندك ابره مثل بالورك بالنهار. اي. طقها بالورك ولا لا؟ اي نعم. سؤال ثاني. الله يحفظكم ويتقبل منكم. امين. شكرا جزيلا لك ابو احمد، الله يشفيك ويعافيك وكل مسلم. ابو محمد من السعوديه، السلام عليكم. حياك الله يا ابو محمد، تفضل. ابو محمد. طيب من معنا يا شباب؟ أمة الله من السعودية، السلام عليكم. حياك الله يا أمة الله. طيب شكرا جميعا للجميع. شيخنا أحسن الله عليكم، الأخ أبو أحمد من السعودية يقول بالنسبة للبرواز والنصف الذي يستخدم للتحليل في السكر وغيره، هل يفطر أو لا؟ البرواز والبروازين والثلاثة والأربعة والخمسة للتحليل كلها لا تفطر. الحمد لله. كلها لا تفطر. ولا أحب في المسلمين أن يتطرق إليهم جانب الوسواس في هذا الذي تكلم عليه العلماء أنه يفطر التبرع بالدم الكثير. أما البراويز للتحليل هذه لا تفطر ولو أخذت من الوريد. والحجامة؟ الحجامة جمهور العلماء على أنها تفطر. نعم. في سؤال الثاني الشيخ الكريم يقول أن هناك إبرة يأخذها مع الورك وكذلك إبر التحليل الخاصة بالوريد. كل الإبر التي تؤخذ في الأوراق والأعضاد لا تفطر لأنها ليست من قبيل الطعام والشراب، وإنما هي إما للتخدير أو لإجراء الفحوصات، والله أعلم. أحسن عليكم شيخ الكريم. أبو أحمد من السعودية، السلام عليكم يا أبو أحمد. عليكم السلام، تسمعني؟ إيه أسمعك، تفضل حبيبي. إيه سألت إمام المسجد عن مسألة أفتيت فيها بغير علم، فقال لي الإفتاء بغير علم للناس أنك تفتي الناس، أما ما تظن في نفسك هذا ليس هذا ظن وليس افتاء، واذا كان كلامه صحيح فما حكم اللي يظنه فاحكام الشريعه يعني هو ما يعلم هل يعني تاخذ حكم. طيب ابشر. سؤال ثاني. اي السؤال الثاني، كنت ابحث عن مساله من لم يكفر الكافر فهو كافر وتفاصيلها، وجاء اخي قال ايش تتابع، فقلت له مالك دخل، وبعد ما قلت ذا كلام نورد ذا كلام ان يعذر بالجهل في هذه المساله. وكذلك اختي لا انكر عليها انها تاخر الصلاه عن وقتها لكي تعذر بالجهل، وانا كنت ماخذ فتوى ان هذا كفر. طيب. فما حكم اللي سويته؟ طيب طيب تسمع اجابه الشيخ. شيخ الكريم أحسن الله عليكم، أبو أحمد من السعودية يتكلم هنا عن الفتوى بالظن وأن الإنسان لا يؤخذ عليها، فما هو الحكم أحسن الله عليكم؟ الفتوى لا تكون للناس، تكون للناس وتكون لك أنت. كلها فتوى، ولا يجوز أن يفتي الإنسان في مسألة إلا بعلم، والكلام في دين الله بغير علم من عظائم الأمور وشدائدها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثانيا لا يجوز أن نفتي بمجرد الظن، لا لنفسك ولا لغيرك، لأن الفتوى مبناها على العلم المبني على يقين أو على غلبة ظن لا مجرد الظن، وقد نهينا عن اتباع الظن، إن بعض الظن إثم، والله أعلم. نعم. في سؤال ثاني شيخ الكريم يبدو أنه يسوق قاعدة يقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، يقول أن يلاحظ أن أخته أو أيضا أحد إخوته يقوم بفعل منكر ولا ينكر عليه بحجة أن المعذور بالجهل أو الجاهل معذور بفعله، فما هو التوجيه في ذلك؟ أنا أوجهه أن يترك هذه المسائل لأهل العلم ولا يخوض فيها، فإنها مطرقة له للوساوس وللظنون الكاذبة، يترك ذلك لأهل العلم، هم الذين يعرفون متى يكفر الكافر ومتى لا يكفر، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ الكريم. وبالنسبة لإنكاره لإخوته وأخواته في حال تأخير الصلاة عن وقتها، نعم لا يجوز أن يؤخر المسلم الصلاة عن وقتها. نعم. ويجب أن ينكر عليه ويعلم ويبين له ويعظم هذا الأمر في قلبه، لأن هذا على مشارف الخروج من الملة والكفر. نعم. لكن شيخنا البعض ربما ما أدري هل هي شبهة شيطانية ولا، يقول لا أريد أن أوضح له حتى يكون جاهل وبالتالي يكون معذور. لا هذا من الشيطان.
وإنما يبين له حكم الله ويحذره من الوقوع في هذه الفضائع. أما يقول لا سأسكت عنه حتى لا يكفر، هذا أعانه على نفسه بالشر. نعم. أحسن لكم شيخ الكريم. أما من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي. أنا ولدت شهر 7. نعم. ونزل الطهر قبل يومين والبارح بالليل نزل دم، هل أصوم اليوم ولا لا؟ أنت عفوا، أنت عادتك الشهرية 7 أيام؟ لا أنا نفاس. نعم نفاس الآن. إيه. ومضى كم يوم منه؟ يعني أنا ولدت شهر 7. شهر 7 الولادة. إيه. طيب وانتهى النفاس؟ إيه المفروض ينتهي 2 رمضان. 2 رمضان. طيب وانقطع الدم ثم خرج؟ إيه انقطع الدم، يعني نزل الطهر بعدين جلست يوم كامل، اليوم الثاني اشتغلت في البيت كذا ونزل مصاري دم. بس يعني كان خفيف جدا يعني. يعني توقف ثم نزل. طيب سؤال ثاني. لا شكرا. شكرا جزيلا لك. أم محمد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا أم محمد، تفضلي. أنا عندي والدتي أمية. إيه نعم. تحفظ قصار الصور. إيه نعم. وكانت أول تقرأ اللي هي صلاة التراويح والتهجد من المصحف. بس الحين ما تشوف مرة. طيب. طيب. فهل له أنه تستمع القارئ بالجوال وتعيد وراه؟ الصلاة التراويح والتهجد بنفس الصلاة ولا تقرأ قصار الصور اللي هي حافظة؟ طيب ما رجعتوا بها لطبيب عيون بالنسبة مثلا نظارة طبية؟ إلا إلا هي تلبس نظارة بس ما نظارة يعني ما تميز. ما تميز. طيب سؤال ثاني. وبعد يعني عنده تأتأة إذا قرأت، فهمت؟ إيه واضح مع الجوال واضح له. إيه طيب ما أدري الجوال عادي بالصلاة ولا لا. طيب سؤال ثاني. شكرا. شكرا جزيلا لك محمد. الشيخ الكريم، أمل من السعودية تقول أنها ولدت في شهر رجب ثم بعد ذلك توقف الدم عنها قبل يومين، ثم نوت الصوم وعند صلاة الظهر أثناء العمل في المنزل نزلت قطرات، فتقول هل تتم هذا الصوم أم أنه قد فسد هذا الصوم بحجة أنها لا زالت في النفاس؟ نعم تم صومها وحصل الطهر الذي رأته قبل رمضان واغتسلت بعده، وهذه القطرة والقطرتين والدم اليسير لا يعتبر من النفاس، وإنما وساخة تتوضأ منه وصيامها في نفسه لا يضره، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا محمد من السعودية تقول أن والدتها لا تحفظ كتاب الله عز وجل، إنما تحفظ فقط قصار صور كانت تصلي بها، وكانت في السابق تقوم بفتح المصحف وتقرأ منه في صلاتي التراويح والتهجد، الآن تقول أنها النظر بدأ عندها يضعف، فهل يجوز أن تشغل الجوال أثناء الصلاة وتردد مع القارئ؟ لا حاجة إلى أن تشغل جوالا أو مسجلا، وإنما تقرأ بما عندها، فقرأ ما تيسر من القرآن، هذا إذا صلت وحدها، وإذا صلت مع الإمام في المسجد فقراءة الإمام قراءة لها في غير الفاتحة، والله أعلم. نعم. ومعاناتها شيخ الكريم من التأتأة في القراءة، هذا لها أجران، كل من قرأ القرآن وهو عليه شاق سواء في جمله سواء في وقته سواء في معاناة نفسه معه فله أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. ما شاء الله تبارك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. أحدهم يقول اليوم دخلت صلاة الفجر وجدت مسبوقا يقضي الصلاة فدخلت معه حتى يتحول من مأموم إلى إمام وأكملت معه الصلاة، فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة، ويجوز أن يتحول المأموم من كونه مأموم إلى إمام، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان إماما فدخل النبي صلى الله عليه وسلم معه فصار رسول الله إمام وصار أبو بكر مأموم والناس يأتمون بأبي بكر، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم شيخ الكريم. شيخنا في سؤال أيضا من أخينا أبي مشعل عن كفارة اليمين، يقول ما هي كفارة اليمين، هل هي على التخيير أم الترتيب؟ كفارة اليمين نص الله عز وجل عليها في قوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إذن هذه الثلاثة على التخيير، يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يحرر رقبة بأن يعتقها من الرق، ما هو بيعتقها من السيف، يعتقها من الرق، فمن لم يجد هذه الثلاث فصيامه 3 أيام،
فهي في الثلاث الأولى على التخير، ثم إذا عجز عنها انتقل إلى الصيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. ومقدار الإطعام في كفارة اليمين 15 كيلا من طعام أهل البلد مع إدام يأتدمون به، ولهذا نقول 15 كيلا مع 5 دجاجات تعطى إلى أسرة فقيرة، والله أعلم. ما يجب أن تكون كل وجبة مستقلة شيخنا؟ لا يجب ذلك، لا، الأمر فيها واسع. نعم. عطاهم إياها نية، عطاهم إياها مطبوخ، الأمر واسع. ويسأل في سؤال ثاني شيخنا عن حكم عشاء الوالدين. عشاء الوالدين الذي يكون في رمضان، نعم، على نوعين: إن كان قد أوصوا به وعنده غلة فينفذه لأنه من جنس الصدقات التي أوصوا بها، فإن أوصوا به ولا غلة عنده لوالديه من أوقاف وأسبال وأمثال ذلك وتبرع به، فهذا من إنفاذ الوصية متبرعا بها، فله فيها أجر. الحالة الثالثة أنه يفعلها من غير وصية، فهذه تكون من جنس الصدقات، ولا ينوي بها عشاء، ينوي بها صدقة عمن؟ عن والديه أو عن أمه أو عن أبيه، يقسمها على الفقراء، وإن جمع عليها إخوانه وأهله من باب الصلة فتكون في حقه كرامة وفي حق والديه صدقة عليهم، والله أعلم. يعني ما ينويها باسم عشاء الوالدين؟ لا لا، عشاء الوالدين هو يرجع إلى هذه الأحوال التي ذكرتها. نعم. هل يؤثر شيخنا النية في الحكم الشرعي؟ نعم، النية تؤثر بين هل هذا مشروع ولا غير مشروع. عشاء الوالدين غير مشروع يعني، أو كمسمى يعني منتشر بين العامة؟ أنا فصلت حكمه. أي نعم، لا أقصد كمسمى شيخنا. هو المسمى، أنا فصلت حكم المسمى. أي نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أحسن الله عليكم، بالنسبة للأوقات الفاضلة للدعاء في شهر رمضان المبارك، لو استعرضناها أحسن الله عليكم. رمضان يزداد عن غيره بالأوقات الفاضلة عند الإفطار للصائم. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. وهذه تشمل رمضان وتشمله صيامه في غير رمضان، كذلك تأمينه مع الإمام في صلاة القنوت، في دعاء القنوت في صلاة الوتر، هذا من مواطن إجابة الدعاء. وإلا بقية الأوقات رمضان وغيرها واحد، في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، حال نزول المطر، حال السجود، في انتظار الصلاة، قبل في الصلاة قبل السلام، حال السفر الإنسان، حال الشدة والضنك والاضطرار، هذه مشتركة بين رمضان وبين غيره، والله أعلم. نعم. وشيخنا بالنسبة للوقت الإفطار، هل يكون قبيل الإفطار أو أثناء الإفطار أو بعد الإفطار؟ الأمر واسع. ترى إذا دققنا دقق الله علينا. وإنما الأمر واسع، قبيل الإفطار، أثناءه، بعده، كل هذا يسمى عند الإفطار. الحمد لله. لأن العندية ظرف، ظرف زماني ومكاني. نعم. جميل، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا، ربما هو تساؤل عند كثير من الناس فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك، البعض ربما تكون صلته لأرحامه فقط في المناسبات كالأعياد ورمضان، فما هو التوجيه في ذلك أحسن الله عليكم؟ على كل حال، الصلة أمر الله بها وأرجع شأنها إلى ما تعرف عليه الناس أنها صلة، أو ما تعرف على أنها ليست بصلة. فالأمر في هذا واسع، والمناسبات كرمضان والإفطار فيه والعيد والأحزان والأفراح هي مناسبات تتجدد فيها أمر هذه الصلة، أما كونها لا صلة إلا بها غلط، وكونه لا يحصل صلة إلا بهذا وغيرها أيضا غلط، هذه مرجعها إلى أعراف الناس في ما يعرف في عرفهم أن هذا من الصلة أو هذا من القطيعة، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أبو عبد المجيد يقول أنه حدث بينه وبين أحد أصدقائه شجار، فيقول: هل ينقطع التشاحن بإرسال رسالة فقط دون التواصل الهاتفي؟ ينقطع التشاحن بأن يحلل المظلوم من ظلمه بأي وسائل التحلل، سواء برسالة أو باتصال أو بكتابة أو بمسج أو بواسطة أحد، أن يحلل من المظلوم ظالمه، والله أعلم. له شيخ الكريم، يبدو أنه اختلاف في وجهة نظره وكذا، ليس مظلمة معينة وحدث تشاجر، نقاش حاد وكذا. اي نعم، القطيعة هي للرحم، والتقاطع والتهاجر بين الاثنين لا يكون بالرسالة، وإنما إذا التقيا هل بقي شيء فتهاجر لأجله، هذا هو محل. اي نعم، محل الإثم، يكون بينهم سلام ويكون. نعم. اي نعم. من معنا يا محمد؟ أم محمد، السلام عليكم يا أم محمد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي. عندي سؤال. ما هو؟ أختي صامت عشان عليها قضى من هذه 6 سنة، وصامت لين أمس خلصت يعني. إيه نعم. فالبعض يقول يعني إنه أمس كان يوم شك، هل صامها صحيح أو؟ طيب سؤال ثاني، بس هي نيتها ليس صوم الشك إنما صوم القضاء، صحيح؟ إنما هو بنمشي. طيب. طيب. شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة، شكرا الله لكم شيخنا التوضيح. هو بالفعل يعني يوم 29 ليس يوم. ليس يوم 29 يوم الشك. يوم الشك هو يوم 30. هذا اليوم لو لم نرى الهلال في ليلته البارحة لكان هذا اليوم يوم شك. أما 29 فيقين أنه من أين؟ من شعبان. والله أعلم. وشيخنا دعنا أيضا نذهب إلى الزاوية الأخرى، لو كان يوم 30 مثلا لم نرى الهلال في الأمس ونوت المرأة أن تصومه قضاء، فهل يؤثر على صحة الصوم؟ لا يؤثر مدام قضاء. لا يؤثر. كذلك إذا كان يعتاد يصوم الاثنين ووافق يوم 30 يوم الاثنين فلا يعتبر هذا من صيام يوم الشك، لأنه لم يصم يوما يتحرى به رمضان، وإنما صام صوما قد اعتاده. وفي الحديث في الصحيحين لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليتم صومه، يشمل القضاء ويشمل من كانت له نافلة قد اعتادها. الله أعلم. شيخ الكريم، في دعاء القنوت يعني هناك أدعية واضحة، اللهم اهدنا في من هديت، فيقول المأمومون آمين، لكن في بعض الأحيان مثلا سبحانك ربي ما أعظمك، سبحان ربي ما أحلمك، فماذا يقول في حالة وجود ثناء على الله عز وجل؟ اسمح لي قبل ذلك أن أرشد إخواننا أصحاب الفضيلة أئمة المساجد جميل. أن يقتصروا في القنوت على ما ورد ولا يطيل على من وراءه جميل. ويأخذون بمجامع الأدعية، ويكفي ما علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحسن، ولو زاد من جوامعها شيئا يسيرا لا يشق على من وراءه فهذا هو الأكمل. فإذا جاء في معارض ثنائه على الله فأنت مخير أيها المأموم، تقول آمين لأن الموقع موقع دعاء، أو تقول سبحانك، أو تسكت، كل هذه الثلاثة سائغة، وأفضلها أن تقول آمين، أي اللهم استجب توسلي بأسمائك وصفاتك والثناء عليك، والله أعلم. نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا، البعض ربما أنه ينشغل في شغل ثم يتأخر عن اللحاق بصلاة العشاء، فهل يجوز أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء والإمام يصلي التراويح؟ من فاتته صلاة العشاء والإمام يصلي بالتراويح فننظر هل هناك جماعة تؤدي العشاء، فالأفضل أن يذهب ويؤديها معهم، تتطابق فيه النية والهيئة. فإن لم يكن جماعة فلا مانع أن يدخل مع الإمام المتنفل بالتراويح وهو يصليها فريضة صلاة العشاء، وإذا سلم الإمام من ثنتين يقوم يكمل ركعتيه الباقيتين لصلاته صلاة العشاء، والله أعلم. أخواتنا الكريمات، شيخ الكريم يحرصنا كثيرا على أداء صلاة التراويح في المسجد جماعة مع المسلمين في مصلاهن الخاص، فما هو التوجيه لهن أحسن الله عليكم؟ نعم، ينبغي للمرأة المسلمة ألا تخرج إلى المسجد تصلي فيه التراويح وقد ضيعت ما هو واجب عليها في بيتها أو أولادها. ثانيا ألا تخرج متطيبة متعطرة متبرجة، لأن المقام مقام عبادة، والمرأة إذا خرجت متبرجة كاشفة عن وجهها مظهرة لمفاتنها متعطرة متبرجة فإنها في كبيرة حتى ترجع وتغسل عنها هذا الطيب وهذا التبرج. وكذلك أوصيهن بحفظ أوقاتهن في الصلاة، فإننا نسمع من بعض النساء في مصلى النساء كثرة الخوض والقيل والقال والهمز واللمز، وربما جلبنا معهن الشاهي والقهوة وبعض الأطعمة حتى صار المسجد مكانا للتندر بينهن في أثناء الصلاة أو قبلها أو بعدها، والله أعلم. أحسن لكم شيخ الكريم. معنا أم موسى، السلام عليكم. حياك الله يا أم عبد الله. السلام عليكم. سلام، حياك الله أم عبد الله، تفضلي. عندي سؤال. ما هو؟ اليوم الفجر أذن الفجر وأنا ما أكلت علاجي، يأذن وأنا أكل علاج ثم سمعت المذن أذن وأخذ علاجي أكله وأشرب وأخذ الماء وأشرب وهو يذن. وهو يذن. هل الفعل صحيح ولا خطأ؟ طيب سؤالك الثاني.
بس ما أدري. شكرا جزيلا لك. وهو ممكن شكرا. نعم الشيخ الكريم تقول أنها داهمها أذان الفجر وهي لم تشرب الماء ولم تأكل علاجها، فما حكم صيامها أحسن الله عليكم؟ أما وكونها أخذت علاجها أثناء أذان المؤذن فأرجو أن صيامها صحيح وتنتبه مرة ثانية، تنتبه لا يؤذن المؤذن إلا وقد انتهت من تناول علاجها وأخذ مائها، والله أعلم. اتصال الأخير في هذه الحلقة، علي من السعودية. السلام عليكم يا علي. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وياك، تفضل. سؤال واحد. ما هو؟ حياك الله. لا لما أدخل قبل الأذان صلاة الظهر، لما أدخل قبل الأذان بدقائق، هل أن أصلي ركعتين تحية المسجد أو أنتظر؟ يعني ما دام الانتظار صعب علي لأنك أصلي على كرسي. فما أدري في الحالة هذه، واضح؟ تصلي على كرسي؟ أصلي على كرسي بس أدخل قبل الأذان بدقائق. يعني وقت نهي. اي نعم طيب ابشر. وقت نهي، فما ادري اني اصلي ركعتين او اني اجلس حتى يجي وقت الاذان. اي نعم طيب شكرا جزيلا. اي واضح، شكرا جزيلا لك. شكرا. شيخنا الكريم علي من السعوديه يقول انه يدخل الى المسجد قبيل اذان صلاه الظهر، طبعا هو لديه ظرف خاص ويصلي على كرسي، فهل يقول انتظر حتى ينتهي وقت النهي عن الصلاه واجلس على الكرسي ام اقوم باداء تحيه المسجد؟ من دخل وقت قبيل وقت الزوال وهو وقت الظهر فالأولى أن يجلس ولا يصلي، وإن صلى ركعتي تحية المسجد فأرجو ألا بأس بذلك لأنها من ذوات الأسباب، والأمر في هذا والحمد لله واسع وسهل، والله أعلم. نعم، لكن شيخ الكريم الذي يدخل إلى المسجد ولا يؤدي ركعتي تحية المسجد هل يأثم لو جلس؟ من دخل في غير وقت النهي وجلس فقد عصى نبينا صلى الله عليه وسلم القائل كما في الصحيحين من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والله أعلم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أحسن الله عليكم، أيضا ونحن في نعيش في شهر رمضان المبارك، البعض ربما أنه يهدر الأوقات فيما لا يفيد، فما هو التوجيه صلى الله عليكم؟ نسأل الله أن يحفظ علينا أوقاتنا الله. ويحفظ علينا شهرنا فيسلم رمضان لنا ويتسلمه منا متقبلا يا رب. والأوقات تمضي سريعا، بالأمس دخل العام واليوم دخل رمضان وغدا سيخرج ويأتي هذا وينتهي هذا العام، وقد أودعت فيه ما أودعت يا عبد الله ويا أمة الله، فاستغلوا أوقاتكم ولحظاتكم بالطاعات وبالخير وبحجز الشر، وألا يسرق منكم رمضان. سراق رمضان على أشدهم يجتهدون الآن في سلبه من المسلمين بأنواع السلب وأنواع السرقة واستغلال أوقاته ولياليه في غير طاعة الله، فحذاري أن يأخذوه منكم، ويجب للمؤمن على المؤمن أن ينتبه لنفسه ويزداد مع الناس خيرا ويسارع ويسابقهم إلى طاعة ربه، قراءة قرآن، دعاء، بر، صلة، خدمة غيره، نفع الناس. ترى نفع الناس من الأعمال الطيبة التي اقتصر فيها المفهوم على أن الطاعة فقط في قراءة قرآن وفي دعاء، نفع الناس وإسداء الخير لهم هذا مما يؤجر عليه الصائم ويؤجر عليه في هذا الشهر، والله أعلم. نعم شيخ الكريم، المشاهدة مها تقول في كفارة اليمين يا شيخ علي، هل إذا دفعت 15 كيلا من الأرز وخمس دجاجات لأسرة مكونة من 4 أو 5 أفراد تجزي أم لا بد أن يكونوا 10 فأكثر؟ نعم يكفي أن يدفع لهم مقدار طعام العشرة وهي 15 كيلا لكل مسكين كيلو نصف، مع نصف دجاجة 15 كيلا مع 5 دجاجات إلى أسرة فقيرة يأكلونها على راحتهم، هذا فيه تحصيل كفارة هذه اليمين، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. خلاص نعم انتهي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأنبه أخواني إلى فضل الدعاء قبل الإفطار، ينتبه إلى ذلك الأب والأم والأولاد، ويشير إليهم وليهم إلى أن يستغلوا هذه اللحظات بدعاء ربهم بما يحتاجونه في حوائج الدنيا والآخرة. استجاب الله لنا ولكم ورفع بأسه ولأواءه عن المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين.
إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن صلاة وكريم المتابعة. تقبل الله منا ومنكم ومن عموم المسلمين الصلاة والصيام والدعاء وقراءة القرآن والصالحة من الأقوال والأعمال. لا تنسوا كما أوصى شيخنا الكريم هذه اللحظات الطيبات المباركات قبيل الإفطار بالدعاء لأنفسكم ولوالديكم وللمسلمين في كل مكان ولولاة أمورنا بالتوفيق والتسديد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. هذه تحياتي وتحيات زملاء فريق العمل ومن بينهم الزميل محمد المحضر. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء من